بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. الحمد لله. وما تطلبه من المعلمة من طلابها أن تقول رسم مناظر طبيعية من ضمنها ذوات الأرواح إنسان حيوان إلى آخره، إذا لم يرسموا يرسمون يا شيخ؟ لا حرج أن ترسم، لا حرج في هذا، وذلك أن كما ذكرت الإمام مالك رحمه الله يرى أن المحرم من التصوير هو ما كان مجسما وما كان فيه عبادة غير الله عز وجل.